ترأس معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الاجتماع 18 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عبر الاتصال المرئي. أكد معاليه على أهمية تعزيز التعاون الخليجي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب لدعم مبادرة التطوير والتحديث والتدريب في مجال الرقابة بما يعود بالخير على مواطني المجلس. تطرق الاجتماع إلى التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العمل الرقابي بشكل عام، وكيف جعلت من التحول الرقمي والاستخدام الفاعل للتكنولوجيا أولوية قصوى، إضافة إلى خلقها لأساليب جديدة من الرقابة تضاف إلى تجارب وخبرات العاملين في هذا القطاع. اعتمد الاجتماع خطة التدريب الخليجية لعام 2021-2022، والتي تضمنت 3 برامج تدريبية حول الدين العام وإطار المعايير المهنية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.